قدام عرش عظمتك المجيد وكرسي وقارك العالي الرفيع ومنبر عزتي محبتك الرهيب والمذبح الغافر الذي نصبه رمزك ومقر مجدك، نحن شعبك وغنم رعيتك مع ألوف الكاروبيم المهللين لك وربوات السارفيم ورؤساء الملائكة مقدسيك، نجثو ونسجد ونشكر ونسبح كل حين يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. لا موشينا
يا ربنا وإلهنا إذا ما فاح عطر محبتك الزكين واستنارت نفوسنا بمعرفة حقيقتك نكون أهلاً لاستقبال تجلي ابنك الحبيب من السماء وهناك نرفع إليك الشكر والتسبيح بلا انقطاع في كنيستك المكللة المليئة عوناً وخيراً فأنت الرب وخالق الكل إلى الأبد. أجل يا رب أنت حقاً باعث أجسادنا ومخلص نفوسنا وحافظ دائم لحياتنا إليك يجب أن نرفع الحمد والمجد والسجود يا رب الكل في كل حين وإلى الأبد. أيها القدوس المجيد والقوي اللامائت الذي يسر بالسكنى في القديسين التفت يا رب واشفق علينا وارحمنا كعادتك كل حين يا رب الكل الآب والابن والروح القدس إلى الأبد.
انصتوا إلى قراءة من نبوءة إشعياء. بارك يا سيد. وعاد الرب فقال لأحاز: أإن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل؟ الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، والساكنون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. كثرت الأمة ووفرت لها الفرح، فرحوا أمامك لأنه قد ولد لنا ولد وابنا أعطينا. فصارت رئاسته على كتفه، ودعي اسمه عجبا مشيرا إلها جبار العالمين رئيس السلام. لإنماء رئاسته ولسلامه ليس انتهاء على عرش داود وعلى مملكته، ليثبتها ويوطدها بالعدل والبر من الآن وإلى الأبد. قوم لصلاة الشرايا. جورا جبارا الثيل ذباه واثقنا، جورا جبارا الثيل ذباه آثقنا لما ولا ذي دم شي قلوبنا لسماع وصاياك المحية وفهمها، وهب لنا بنعمتك ورحمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص. لك المجد بلا انقطاع يا رب الكل، الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. رسالة بولس الرسول إلى أهل أوراقيا يقول: يا إخوة، قول يا إخوة، وهكذا لما بلغ ملء الزمان أرسل الله ابنه فصار من امرأة وصار تحت الناموس.
يفتدي الذين تحت الناموس وننال نحن ذخيرة البنين. وبما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم الداعي أباً يا أبانا فلست بعد عبداً بل ابنان، وإذا كنت ابنا فأنت وارث بفضل الله والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي. آمين. شد ماراني شعم شيحا كارزوثا دلوقا حدث في تلك الأيام أنه صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب شعب مملكته كله، وهذا الاكتتاب الأول صار في ولاية قيرينوس بسوريا، وكان كل واحد يمضي ليكتتب في مدينته، وكان يوسف أيضاً قد صعد من الناصرة مدينة الجليل إلى اليهودية مدينة داود التي تدعى بيت لحم لأنه كان من بيت داود ومن عشيرته مع مريم خطيبته وهي حبلى ليكتتب هناك. وبينما كان هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها البكرى فلفته بالأقماط وأضجعته في مذواد لأنه لم يكن لهما موضع حيث
نزلا، وكان هناك في المدينة التي نزلا رعاة يحرسون حراسة الليل من أجل مراعيهم، وإذا بملاك الله قد جاء إليهم ومجد الرب أشرق عليهم، فخافوا خوفاً عظيماً. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون للعالم كله، لأنه قد ولد لكم اليوم مخلص، وهو الرب المسيح في مدينة داود. وهذه لكم علامة: إنكم تجدون طفلاً ملفوفاً بالأقماط موضوعاً في مذواد. وظهر فجأة مع الملاك جنود كثيرون سماويون يسبحون الله ويقولون: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. وحدث أنه لما انطلق الملائكة من عندهم إلى السماء، كلم الرعاة بعضهم بعضاً قائلين: لنمضي إلى بيت لحما وننظر هذا الكلام الذي كان كما أعلمنا به الرب. وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل موضوعاً في المذود. فلما رأوا أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن الصبي، فكل الذين سمعوا تعجبوا مما تكلم به الرعاة معه. شوحا لا لها أمينائي، شوحا أخواتي إخوتي الأحباء، قبل أن أبدأ بالموعظة بالكرازة أطلب منكم أن نقف بعض اللحظات إكراماً وتحية لشهداء العراق وشهداء الأردن اللي استشهدوا في هذه الأيام. شكراً. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. أنا أبشركم بفرح عظيم، قد ولد لكم اليوم مخلص. بعد البشارات والوعود التي سمعناها وعشناها في الآحاد الماضية من زمن البشارة، والتي ركزت على أن الله يتذكر وعده الذي قطعه مع شعبه بأن يرحمه ويخلصه، يبشرنا ربنا اليوم بفرح عظيم بولادة المسيح المخلص
الذي به تتحقق كل وعود الله التي جاءت بفم أنبياء العهد القديم. وهذه الوعود ترتكز على قضية مهمة، وهي أن الله يحب الإنسان ويريد أن يسكن معه ويخلصه. يقول إنجيل يوحنا: الكلمة صار بشراً وسكن بيننا. وسمعنا قبل قليل: اليوم ولد لكم مخلص. سمعنا في القراءة الأولى من نبوءة إشعياء تقول: إن الشعب السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً. وفي إنجيل لوقا سمعنا بشرى الملاك تقول: لا تخافوا، أنا أبشركم بفرح عظيم، ولد لكم اليوم مخلص. فالمسيح المخلص هو ذلك النور الذي تكلم عنه إشعياء، الذي ينير ظلام البشرية ويقود مسيرتها نحو الحق والحياة. لكننا وبعد 2000 سنة وأكثر من هذه الولادة ومن هذا الخلاص، نرى أننا لازلنا نعيش في الظلام. وجولة بسيطة في قنوات الأخبار تكفي لنا أن نعرف حجم الظلام الذي تعيش فيه البشرية. حرب هنا واقتتال هناك، دمار وتهجير، أمراض مستعصية، جهل وأمية، تشرد وبطالة، وألم وموت. كيف لنا أن نفرح والإنسان يقتل أخيه الإنسان؟ أليس هذا ظلاماً؟ لكن رغم كل هذا نسمع بشارة ربنا تقول: أبشركم بفرح، أبشركم بفرح وفرح عظيم، ولد لكم مخلص. من ماذا يريد أن يخلصنا ربنا؟ ربنا يريد أن يخلصنا من الخطيئة، لأنها هي سبب كل هذا الظلام وهذا البؤس. يريد ربنا أن يخلصنا من أنانيتنا وكبريائنا وأحقادنا. ربنا يريد أن يحررنا من أفكارنا الضيقة التي تقلل من كرامة الإنسان. ربنا يريد أن ينور حياتنا وضميرنا بولادته، ويجعلنا أناس طيبين متواضعين ومحبين لبعضنا البعض. وهذا ما عبر عنه هو منذ ولادته في المذود في مغارة متواضعة، وعاش حياته محباً للجميع ومضحياً بحياته مائتاً على الصليب. ما من حب أعظم من هذا، أن يفدي الإنسان نفسه من أجل أحبائه. واختار الله أن يكشف سر هذه الولادة للرعاة. لماذا؟ كونهم فقراء ويعيشون على هامش المجتمع. وقد استطاع الرعاة أن يسمعوا ويصغوا إلى صوت بشرى الملاك، لأنهم متيقظون، لأنهم ساهرون بعيدون عن ضوضاء العالم وصخبه، ومن ثم تعجبهم أمام العلامة الإلهية، وهي وجود الطفل في المذود: إنكم تجدون طفلاً موضوعاً في مذود. اليوم كيف يحدث الميلاد فينا؟ الميلاد يا إخوتي ويا أخواتي هو ليس مجرد احتفال بذكرى ولادة المسيح قبل أكثر من 2000 عام. الميلاد هو ولادة المسيح اليوم أيضاً في عالمنا وفي حياتنا. الميلاد هو أن نولد نحن أيضاً بالمسيح، نولد ولادة جديدة لحياة جديدة مع المسيح، متواضعين وفقراء مثله، محبين لبعضنا البعض، مصغين لكلامه، بحيث نقدر أن نقول مع بولس الرسول:
لست أنا حي بعد، بل المسيح حي فيا. ولتحقيق هذه الولادة فينا، نحن بحاجة لأن نتحلى بثلاثة أمور أساسية نتعلمها من الرعاة، وهي البساطة، قوة الإصغاء، والتعجب. عندئذ سيتحقق الميلاد فينا، وسيتمجد الله في الأعالي، وسوف يعم السلام الأرض كلها وللبشر أجمعين. أعياداً مباركة أتمناها لكم باسمي وباسم كل العاملين معي في خدمتكم، أعياداً ملؤها الحب والخير والمصالحة لكم ولعوائلكم ولوطننا الحبيب العراق، كما وأنقل لكم تهاني غبطة أبينا البطريرك مار لويس روفائيل ساكو، الذي طلب مني أن أهنئكم بالعيد، وقال إنه سيحملنا جميعاً بصلاته في ليلة العيد اللي هو يحتفل الآن في بلدة عنكاوة. أعياد مباركة لبلدنا العزيز الأردن، بلد الأمان والسلام والتعايش تحت راية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، الذي نقدم له تهانينا ومحبتنا بالعام الجديد، كما ونقدم له تعازينا بشهداء الكرك ولأهلهم الصبر والسلوان. أحب أن أشكر سفارتنا العراقية لدى المملكة الأردنية الهاشمية لحضورها، كعادة كل سنة عودتنا أن تحضر معنا وتشاركنا، لهم كل الحب والشكر، بشخص ممثل سعادة السفيرة صفية الدكتور عبد الستار نائب السفيرة. كل الشكر والحب لأخونا العزيز الدكتور محمد البلداوي ممثل مكتب سماحة السيد عمار الحكيم لحضوره ومشاركته مع عقيلته. شكر وامتنان كبيران لمطرانية الروم الكاثوليك بشخص الأب الأرشمندريت بسام شحاتيت المحترم، خوري هذه الكاتدرائية، لتعاونهم معنا الدائم وفتح أبواب هذه الكنيسة الجميلة أمامنا. وبكل حب شكري لكل القنوات الحاضرة الشرقية والحرة، وخصوصاً قناة نورسات الفضائية ومكتبها في الأردن وكادرها، على محبتهم ومرافقتهم لنا بكل احتفالاتنا طوال السنة. ربنا يجازيهم. كل عام وأنتم بألف خير. ولد المسيح. لنرفع صلاتنا إلى الرب بثقة قائلين: استجب يا رب، استجب يا رب. يا رب، من أجل أن يكون الميلاد فرصة لنا لمراجعة حياتنا بهدوء وصلاة منتبهين إلى هموم الدنيا، لئلا تخنق بشارة الإنجيل فينا، نطلب منك. يا رب، من أجل أن تكون هذه السنة سنة خير وبركة لعائلاتنا وبلادنا وللعالم أجمع، نطلب منك. استجب يا رب. يا رب، من أجل الكنيسة إكليروسا ومؤمنين، كي تكون كنيسة واحدة تقدر أن تنقل الإنجيل إلى الجميع وتشهد له، نطلب منك. استجب يا رب. يا رب، من أجل عودة السلام والأمان لبلدنا العزيز العراق وسوريا وفلسطين، فيعيش الجميع بأمان واستقرار، نطلب منك. استجب يا رب. يا رب، من أجل بلدنا الثاني الأردن العزيز،
لكي يبقى بلداً آمناً وسالماً ورمزاً للتعايش تحت راية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. أطال الله بعمره، نطلب منك يا رب من أجل موتانا الذين فارقونا، وخصوصاً الشهداء منهم شهداء العراق وشهداء الأردن، لكيما ترحمهم برحمتك الواسعة، نطلب منك. وبالروح القدس يقومنا لعمل العظيم والخلاص والحياة الأبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح. شوحالا وولا ورا والروح قدشا المذبح قدشا نهوي دخرانا دوث لتمريم ميدالا كل عام آمن وآمن دخران مارتوما عالمذبح قدشا
عمكي ندان صاح سديد ثكالال اذكروا في صلواتكم آبان البطارك والأساقف وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق وعلانية الأسماء الموضوعة على المذبح وجميع والدينا وأخوتنا بنينا وبناتنا وجميع رؤساء الدول وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان ليمنحنا الله الذي كللهم يوم القيامة رجاءً سعيداً وميراث الحياة في ملكوته السماوي. يا رب لك الشكر والسجود والإكرام على نعمتك الغزيرة التي بها أهلتنا بالرغم من خطايانا للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه، نسألك أن تعيننا للقيام بهذه الخدمة بمحبة كاملة وإيمان حق، ونؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود هاشا وخلزوان والعالم علمين. شلاما إخوتي، تبادلوا السلام بحب المسيح. Oh.
نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعاً هاشا وخلزوان والعالم علمين. العيل نهون مدعايكون وثقايا نورا إسحاق إسرائيل ملكا شاقا قربانا تآلها مارت كل كبايش مقروى يا إيه زكي ومع الكاروبيم القديسين والسرافيم الروحانيين يقدم المؤمنون السجود لعظمتك وهم يصرخون ويسبحون بغير انقطاع ويتنادون قائلين هذه القوات السماوية نحمدك ونبارك كلمتك المتجسد الذي هو شبهك وضياؤك وصورة جوهرك والذي لم يعتد مساواته لك اختلاساً بل أخلى ذاته وصار إنساناً كاملاً من أجل خلاصنا وترك لنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك بليليا هاود ويشت ليم نساو لحمة بيذاو قد شاثا وارم عيناو الوثاخ آلاها أوي أحذ كل وودي لا خوارق وقصاو
ويا ولث الميذا وكذا مار ساو أخول مني كل خون هنا وبغر دعا لبيكون مثق صي شو قانا دحطاه هخنا من باثر دحشيم نساو بذا وقدي شاثا كاسا دخيا وودي لا خواريخ ويا ولث الميذا وكذا مار ساو اشتاو مني كل خون هانا ودم دثيا ثيق احذت تدى العالم رازد هيمانوثا دحلى بيكون وحلاب سقيه مثل الشيف شو قانا دحطاه كلما صنعتم هذا القداس تعيدون ذكري كما أوصيتنا يا رب ها قد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء للاحتفال بهذا السر العظيم الذي نتذكر فيه النعم العظيمة التي أغدقتها علينا والتي لا توفى لا سيما تدبيرك الخلاصي فأحييتنا بإلوهيتك ورفعتنا غافرا خطايانا أنرت عقلنا نصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود هاشا ووخ الزوان والعالم علمي أيها الرب القدير اقبل هذا القربان الذي نقربه لك عن جميع النعم التي أفضتها على الطوباوية مريم دائمة البتولية جميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين تقبل يا رب هذا القربان الذي نقربه لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان وخصوصاً لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما ومار لويس الباتريارك وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات تقبله يا رب لأجل شفاء جميع المرضى والمتألمين وامنح إخوتنا المتوفين على رجاء القيامة السعادة الأبدية تقبله يا رب لأجلنا نحن المنتظرين رحمتك لا تعاملنا بحسب خطايانا بل أهلنا جميعا للمغفرة بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان حق إحسانا منك تقبله يا رب لأجل هذا الوطن الأردن وسكانه وهذه المدينة عمان وأهلها ونذكر بلدنا العراق صنهم يا رب بقدرتك من كل الأضرار والآفات وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين أمامك الآن وقد قبلنا بالتواتر عن آبائنا ما رسمه ابنك إننا نحتفل بتسبيح وفرح بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحي الإلهي سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته
يقفه الإنسان. وليأتي يا رب روحك القدوس ويستقر على قرباننا هذا ليباركه ويقدسه غفرانا لذنوبنا، صفحا عن خطايانا، ورجاء عظيما للقيامة من بين الأموات، وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك. وعلى هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا نحمدك ونمجدك دوما في كنيستك المفتدات بدم مسيحك الكريم، ونصعد لك التسبيح والتوقير والشكر والسجود لاسمك الحي والقدوس المحي الآن وكل أوان وإلى الأبد. عطرنا يا ربنا وإلهنا برائحة محبتك الزكية، واغسلنا بها من أدناس الخطية أيها الراعي الصالح الذي خرج باحثا عنا فوجدنا وهو يفرح برجوعنا. اغفر لنا بنعمتك ورحمتك ذنوبنا وخطايانا التي ارتكبناها بمعرفتنا وبغير معرفتنا. بارك يا رب. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية، ونحن غير مستحقين. نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة، نكسر بحنانك جسد يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم. باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. يوسام دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحي. باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. يوسام جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر. باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، وشركة الروح القدس معنا جميعاً. هاشا ووخل زوان والعالم علمين.
حصح طاهي وساخ الواثد عودي حصح طاهي وساخ الواثد عودي زيسا وبوتشا نفقد مجروحة طوتشا مريا حصح طاهي وساخ الواثد عودي حصح طاهي وساخ الواثد نغولك مار لقيت الطهري والقربان بموشاكا والحي بالعالم علمي صلي اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا قدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة وبالدالة التي أعطيتها لنا رحمة ندعوك معا قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيحة شلاما عم خون عما وعم روحا قدشال قديش يا إبش الموثى قدس أجسادنا بجسدك المقدس واغفر ذنوبنا بدمك الكريم وطهر ضمائرنا بحنانك أيها المسيح. بالنسبة للتناول راح يكون بالوسط ومن الجوانب وأكو شماس في نهاية الكنيسة، أرجو التعاون مع المنظمين حتى يكون التناول بصورة منظمة وصحيحة. أشكركم مسبقا. يوم
Thank you.
كلنا نحن الذين بموهبة نعمة الروح القدوس اقتربنا واشتركنا في تناول هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحيية والإلهية لنشكر جميعنا سوية ونمجد الله واهبا سبحانه على موهبتي التي لا تحصى صلي السلام معنا قبل أن نأخذ البركة الأخيرة بقداسنا أحب أن أحيي وأشكر أخواتنا من رجال الأمن والدرك الموجودين خارج الكنيسة بهذا البرد لحمايتنا والموجودين أيضاً في داخل الكنيسة مع تشريفات واللجنة التنظيمية مالتنا فنقدم لهم تحية كبيرة أحيي وأشكر جوق كنيستنا العزيز جوق الرعية الكلدانية مع الشمامسة أشكر حضوركم والتزامكم أشكر دكتور محمد دكتور غازي سيد لؤي أبو هيف الرابطة الكلدانية ومعنا اليوم أستاذ رعد كتشتشي رئيس ديوان وقف المسيحي والصابئي واليزيدي اللي اليوم حضر معنا بالقداس فأهلا وسهلا بي الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية هو يبارك جمعنا ويحفظ شملنا ويقدس شعبنا الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية كونوا موسومين بعلامة الصليب الحي ومصمونين من كل أذية خفية وظاهرة الآن وكل أوان وإلى الأبد عيد مبارك للجميع شكراً جزيلاً أعياد مباركة عليكم ربنا يحميكم كل عام وأنتم بخير